بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله اليوم نتطرق الى الوحدة الثانية من مساق لاب مانجمنت اند كواليتي كنترول. واحنا في الوحدة الاولى تكلمنا عن اللاب مانجمنت واخذنا فكرة شاملة ومبدئية عن طبيعة الادارة في المختبرات الطبية وافضل الطرق لادارة جيدة وناجعة للمختبرات الطبية بهدف الوصول الى بيئة إيجابية وبيئة سليمة ومشجعة للعمل داخل المختبرات. احنا في اليونت الثانية يونت 2 هنتطرق الى الصلب العملية التحاليل الطبية، الهدف منها اللي هو الضمان نتائج سليمة ودقيقة للفحوصات اللي بيتم عملها في المختبرات الطبية. هذا احنا بنسميه Quality Assurance in Clinical Laboratories. Quality Assurance المقصود فيه انه احنا يعني ناخد او نحصل على خدمة ممتازة وجيدة مرضية لجميع الاطراف، للطبيب والمريض والعامل والموظف الفني اللي بيشتغل في المختبر، بهدف الحصول على نتائج دقيقة وسليمة في وقت يعني معقول. اذا لما انا بحكي على كواليتي اشورنس من اسم المصطلح هذا اللي هو ضمان، احنا بنسميها ضمان الجوده، ضمان جوده المختبرات. وهذا اذا تم تطبيقه احنا بنصل الى مرحله انه قد يكون نسبه حدوث الاخطاء قد تكون تقارب من الصفر، نسبه حدوث الاخطاء في التحاليل الطبيه. لذلك احنا يعني هذا الموضوع غايه في الاهميه، انه احنا يكون عندنا المختبر في المستشفى فحوصاته خالية من اي اخطاء طبية. وهذا الكلام طبعا ما بيجيش بالتمني، وانما يأتي من خلال مجموعة من الاجراءات والتعب وصرف الاموال، ولكن النتيجة اللي بنحصل عليها هي اكثر بكثير من التعب والوقت والمال الذي صرف من اجل الوصول الى كواليتي اشورنس ممتاز وراقي ومتقدم. كواليتي اشورنس زي ما حكينا هي مجموعه من الاجراءات، واحنا هذه الاجراءات يجب ان تكون صارمه وخاضعه لمجموعه من القوانين والمفاهيم، ويجب ان يلتزم فيها الفنيين العاملين في المختبرات. موضوع كواليتي اشورنس مش موضوع طرف فكري او موضوع قابل للنقاش او موضوع يعني ممكن نطبقه او ممكن ما نطبقوش، يعني الموضوع مش اختياري. الاصل انه يكون هذا الموضوع اجباري، والاصل انه يكون الالتزام فيه التزام حديدي، والاداره اداره المختبر يعني يجب الا تتهاون في تطبيق مبادئ الكواليتي اشورنس، لانه اذا ما تمش الاهتمام بموضوع الكواليتي اشورنس ممكن انه يحدث اخطاء كثيرة، وهذه الاخطاء طبعا قد تكلف حياة المرضى وتفقد الثقة ما بين المختبر والطبيب، وطبعا هذا الكلام له تبعات سيئة جدا. فالكواليتي اشورنس مجبرين احنا عليها، ويجب على المختبرات انها تطبق هذا الكلام. وبالمناسبة الكواليتي اشورنس مش بس على المختبرات الطبية، الكواليتي اشورنس هي يعني نهج يجب تطبيقه على جميع الشركات والمصانع والهيئات والمؤسسات والجامعات والمدارس، كل المؤسسات اللي فيها عاملين يجب أن يتم تطبيق مبدأ الكواليتي أشورنس. لكن كل مؤسسة يعني يتم تطبيق كواليتي أشورنس من باب الشيء اللي بخصها هي، وتأخذ منه الشيء اللي هو بناسبها. أما المبدأ هو يعتبر واحد. بيقول لي invisible when good. الكواليتي اشورنس شيء يعني هي مش جهاز احنا بنحطه في المختبر، ولا زيادة لمبات انارة، ولا هي يعني شيء احنا بنشوفه كأداة جامدة، بل هي مجموعة من الاجراءات والاعتبارات اللي بتم اخذها بعين الاعتبار. لذلك هي لما تكون الامور جيده وماشيه الامور كويسه، يمكن اللي بيشتغل في المختبر او الزائر او المريض اللي بياخذ الخدمه او الطبيب اللي بيحصل على خدمه التحاليل الجيده يمكن ما يلاحظهاش،
لكن ما دام المختبر مطبق الكواليتي اشورنس وبطلع نتائج سليمه وكويسه، هذا دليل على انه خلف هذه النتائج الصحيحه عمل دؤوب وعمل مشترك وتفاصيل كثيره ان شاء الله هنتطرق اليها. كمان بقول لي impossible to ignore when bad، لما الامور تسوء في المختبر وتظهر هناك وتيره مش بسيطه من الاخطاء في التحاليل الطبيه، معناته لا يمكن تجاهل الهرولة والركض والذهاب إلى تطبيق الكواليتي أشورنس لإنقاذ الموقف. وبالتالي هي invisible when good، لكن لما تكون الأمور باد لا يمكن تجاهل الموضوع تطبيق الكواليتي أشورنس. بالنسبة للديفينيشن، تعريف الكواليتي أشورنس بيقول لي coordinated process of providing the best possible service to the patient and physician، يعني هو المجموعة من الإجراءات التكاملية داخل المختبر، وهذه الإجراءات الهدف منها الحصول أو الوصول إلى خدمة، أفضل خدمة للطبيب والمريض. بالتالي أفضل خدمة للطبيب والمريض إيش معناتها؟ معناتها إن أنا بدي أحصل على نتائج صحيحة ودقيقة وفي وقت معقول وبسعر معقول، وبالتالي هذه بتكون هي أفضل خدمة بيحصل عليها الطبيب والمريض. هذا الكلام عشان يصير معناته في كلام كتير بده يتنفذ وإجراءات كتيرة بدها تتم تنفيذها على أرض الواقع. طيب الكواليتي أشورنس يعني هي includes إيش؟ يعني هي بتمس مين اللي المفروض إنه هو يكون ضمن إجراءات included ضمن إجراءات الكواليتي أشورنس؟ قولي نمرة واحد monitoring and controlling the competence of personnel، يعني عشان نطبق الكواليتي اشورنس لازم ان يكون هناك في متابعه وضبط للكفاءات والاداء تبع البيرسونال اللي هم الاشخاص الموظفين اللي بيشتغلوا في المختبر. اثنين كواليتي اوف ماتيريالز، يجب مراعاه الماتيريالز اللي بيتم استخدامها في التحاليل الطبيه، يجب ان تكون هذه الماتيريالز ذات جوده عاليه، لانه في السوق في ماتيريالز بتكون جودتها منخفضه، وطبعا هي ارخص بتكون من الماتيريالز ذات الجوده العاليه. واذا انت بتفكر بطريقه انه انا بدي اجيب رخيص، الرخيص ممكن يكلفك غالي جدا لانه مش هيدي لك نتائج سليمه. الميثودز، اختيارك للميثودز الصحيحه واللي بتناسبك بتناسب مختبرك وبتناسب الامكانيات الموجوده عندك، هذا كمان يعني شيء جيد برضو من ضمن الكواليتي اشورنس، من ضمن اعمده الكواليتي اشورنس. الريجنت اند انسترومنتس، الاجهزه والمعدات والمحاليل اللي انت بتستخدمها في التحاليل الطبيه، هذه برضو من ضمن الكواليتي اشورنس. ريليبل ريبورتنج اوف تيست ريزلتس، النظام الارشفه وتسجيل البيانات، هذا طبعا برضو شيء اساسي للكواليتي اشورنس. ليش؟ لانه هو بيعطيك داتا وبيدي لك نظره شامله عن النتائج، وبيساعد في اعطاء طلبه الدراسات العليا انها تعمل تقييم لشغلك من خلال العديد من الاجراءات الاحصائيه اللي بتستخدم وبتعالج الداتا تبعتك اللي انت ارشفتها. وبالتالي موضوع الداتا هذا مهم جدا للارشفه الريبورتنج. وبالتالي هذه الخمس بنود هي بنود بتتعلق بالإنسان اللي بيشتغل في المختبر، تتعلق بالكواليتي للماتيريالز اللي انت بتشتغل فيها، الكتات مثلا اللي بتشتريها، في كتات مثلا لفحص السكر ب 40 شيكل 50 شيكل في 120 شيكل وهكذا، يعني بدك تنقل الكواليتي. الميثودز اللي تناسب بالمختبر واجهزتك والقدرات العاملين الفنيه، والريجنس والانسترومنت كمان تكون على قدر عالي من الدقة، والريليبل ريبورتينج. طيب الآن الكواليتي أشورنس من ضمن المفاهيم التي يجب أن يعني نفهمها بخصوص الكواليتي أشورنس، بقول لي is not single activity. الكواليتي أشورنس مش يعني إجراء واحد محدد، لا، هي مجموعة كبيرة من الإجراءات وعلى مدار العام لا تنتهي، ولا ما فيش إلها وقت محدد، ما فيش إلها سقف زمني محدد، هي ماشية طالما الشغل ماشي هي ماشية مع الشغل، هي مش إجراء واحد، وهي ليست responsibility لشخص محدد. responsibility ومسؤولية التطبيق للكواليتي أشورنس هي مسؤولية جماعية،
تبدأ من المدير إلى أصغر فني في المختبر، كله بيشارك في مسؤولياته وتحمل مسؤولياته في التطبيق الكواليتي أشورنس. But must be practiced by everyone within the lab. كل واحد جوا المختبر له مسؤولياته المحددة في تطبيق الكواليتي أشورنس أو إجراءات الكواليتي أشورنس في المختبر. طيب إحنا هذا يعني مبدئيا مقدمة عن الكواليتي أشورنس. إحنا الآن بدنا نبدأ نخش في الإجراءات العملية، يعني إيش أنا أسوي عشان يطلع عندي الكواليتي أشورنس ويطلع عندي تطبيق لنظام الكواليتي أشورنس. يعني الآن أنا موظف في المختبر وبدي أطبق هذا، أو أنا مدير للمختبر وبدي أطبق هذا النظام، طبعا إيش أسوي على أرض الميدان؟ الإجراءات العملية. إحنا قبل ما نبدأ بالإجراءات العملية إحنا خلينا نأخذ بعض المصطلحات نفهمها، لأنه هي بتساعدنا قدام في تطبيق سياسة الكواليتي أشورنس، ومن غير ما نفهم هذه المصطلحات مش هنفهم إيش المقصود ببعض الإجراءات. في عندي حاجة اسمها سيستماتيك إيرور. سيستماتيك إيرور اللي بقول لي اللي هو الخطأ السيستماتيك، اللي هو الخطأ اللي بتكرر بشكل روتيني وبمقدار معين وبشكل دائم. بقول لي errors with an analytical test caused by either incorrect calibration أو malfunctioning components or the failure of some part of the test process to perform accurately or precisely. بقول لي هذا النوع من الايرور، خطأ في النتائج، هذا الخطأ systematic. طب وإحنا ليش قلنا عنه systematic؟ قال لي إنه هو خطأ موجود في الانالتيكال تيست بسبب incorrect calibration. incorrect calibration معناته إيش؟ لما أنا مثلا بسوي في المختبرات مختبرات الهيماتولوجي مثلا، وبكون أنا عندي الكيرف تبع الهيموغلوبين، أو عندي كيرف لفحص السكر، أو كيرف لفحص الدهون في الدم، وبناء على هذا الكيرف أنا بأخذ القياسات وبأخذ المقادير اللي أنا تطلع معايا الأبزوربشن وبقيسها على الكيرف. طيب لو كان الكيرف مش مرسوم بطريقة صحيحة، يعني طالع لفوق شوية أو نازل لتحت شوية، هذا معناته إيش؟ هذا معناته إنه الجميع النتائج اللي أنا بدي أحصل عليها من خلال تطبيقي للكير هتكون فيها أخطاء. طب هل هذا خطأ متكرر؟ بالتأكيد هيكون متكرر، لأنه هذا الخطأ مبني على الكير خطأ، وبالتالي كل النتائج اللي أنا بدي أحصل عليها المبنية على قيم الكير هي هتكون خاطئة، وبالتالي هذا اسمه سيستماتيك إيرور، لأنه متكرر نتيجة إنه أنا عندي كير مش مظبوط. أو بكون malfunctioning components. يعني إيش malfunctioning components؟ يعني في إجراء محدد معين من ضمن الإجراءات اللي أنا بستخدمها في الإجراء هذا الفحص بيكون في step مش لا تجرى بطريقة صحيحة، وبالتالي هذه الخطوة اللي إما تسخين حرارة خاطئ أو إنه مثلا إذابة محلول بطريقة خاطئة، هذه الخطوة تتكرر في كل مرة وبالتالي بتديني systematic error. ممكن يكون failure of some part of the test process performed، يعني أي خطأ في الميثودولوجي أنا ما بطبقهش صح، ممكن هذا الكلام يحدث وبالتالي بيعطيني systematic error. المقصد إنه systematic error هو خطأ متكرر ناتج عن شيء في الميثودولوجي، غالبا هو في الميثودولوجي بيكون في مشكلة، وبالتالي هذا الخطأ ثابت ويتكرر معايا في كل فحص من الفحوصات. طيب السيستماتيك ايرور في عندي نوعين منهم، في عندي كونستانت ايرور. الكونستانت ايرور هو الخطأ الثابت، بيقول لي ان ذا تيست سيستم في الميثودولوجي ان ويتش اماونت اوف ايرور ريمين كونستانت ثرو اوت ذا رينج اوف ذا تيست بروسيس. يعني في عندي خطأ ثابت، قيمة ثابتة في خطأ تتكرر في جميع الفحوصات. يعني مثلا لو انا هذا الخطأ عندي في فحوصات السكر، هذا الخطأ موجود في الميثودولوجي بيخلي النتائج عندي تزيد 20 ميلي جرام في المية، وبالتالي الناس اللي عندها نسبة السكر 100 حيصير عندي 120، طب اللي عنده 120 حيصير 140، طب اللي عنده 80 حيصير 100، دائما في زيادة 20 ميلي جرام نتيجة في خطأ في الميثودولوجي. هذا الخطأ ثابت مهما كانت قيمة تركيز السكر، دائما في زيادة 20 ما كل مرة، فهذا أنا بسميه constant error. في عندنا proportional error. proportional error مختلف،
البروبوشن ايرور هو قيمة أو مقدار الخطأ يتناسب تناسبا إما عكسيا أو طرديا مع تركيز المادة المراد فحصها. يعني أنت بتفحص سكر وكان عندك الخطأ من نوع البروبوشنال، وبالتالي بلاقي إنه أحيانا لما بيرتفع قيمة السكر قيمة الخطأ بتزيد، بنخفض قيمة السكر قيمة الخطأ بيزيد. إذا البروبوشن ايرور هذا بيلحق القيمة أو كونسنتريشن للسكر أو المادة المراد فحصها إما بال طرديا، العلاقة تكون طردية، أو بتكون العلاقة عكسية، أو إنه مثلا بفحص أنا الكوليسترول وبتلاقي بتكون علاقة عكسية، بتزيد قيمة الكوليسترول بقل الخطأ، بيرتفع بتقل نسبة الكوليسترول بتزيد الخطأ. يعني ممكن تكون علاقة عكسية أو طردية، المهم يتأثر الايرور بتركيز المادة المراد فحصها، هذا بنسميه بروبورشنال ايرور. أما في الكونستنت ايرور فهو ثابت مهما كان التركيز المادة المراد فحصها، سواء كانت بروتينات أو دهون أو سكر أو ما إلى ذلك. هذا النوع موجود، وهذا النوع موجود في المختبرات الطبية بلديهم. في خطأ تاني غير السيستميك، السيستميك ايرور قلنا فيها هو نوعين، كونستنت وبروبورشنال. لكن في غير السيستميك، السيستماتيك ايرور، في عندنا راندوم ايرور. الراندوم ايرور من اسمه هو عشوائي، قال لي ايرورز اور ميستيكس ذات اوكير وذاوت بريدكشن اور ريجولاريتي. يعني هذا الخطا بيحدث نتيجه خطا عابر في النظام في نظام الفحوصات، وبالتالي هذا غير متوقع. الفحوصات السيستماتيك هي متوقعه، لما يكون انا عارف انه عندي كونستانت ايرور انا بكون عارف انه هو في عندي زياده 20 ملي جرام مثلا، ولو يكون عندي في بروبوشن ايرور انا بكون عارف او متوقع انه يكون في عندي زياده او نقصان حسب العلاقه ما بين الماده المراد فحصها والايرور. لكن بالنسبه للراندوم ايرور انا بكون ماشي كويس ومنيح، حدث خطا عابر مفاجئ انا مش ماخذ بالي منه مش متوقعه فبيحدث هذا الخطا. فهذا الخطا اسمه راندوم، لا هو كونستانت ولا هو بروبورشنال، هذا خطا عشوائي حدث معي خلال الشغل. هذا بينتج نتيجه انه الفني سهي هو بيشتغل، اجاله اتصال تليفون، اجاله قطعت الكهرباء ورجعت، صار خلل في الجهاز، حاجه يعني من هذا القبيل ينتج عنه راندوم ايرور، ولكن هذا غير متكرر وغير متوقع لانه فعلا مش متكرر. طيب في عندي مصطلح مهم جدا لازم تركزوا فيه كويس، اللي هو الاكيورسي. الاكيورسي اللي هو قال لك الميجر اوف كوركتنس اور تروث اوف لاب تيست، اللي هو الصحه، مدى صحه الفحص، مدى صحه النتيجه. كوركتنس اللي هو قديش النتيجه صحيحه. لما انا بقول هذا المريض، لما هذا المريض نسبه السكر عنده 100 ملي جرام في الميه، طيب انت اجريت عليه الفحص وقست له الفحص، قديش كانت النسبه النتيجه اللي عندك طلعتها كانت قريبه من 100؟ وبالتالي الاكيورسي هنا بتكون الى اي مدى كانت نتيجتك قريبه من 100. فاذا كانت قريبه من 100 مطابقه، معناته الاكيورسي عندك او الكوركتنس بتكون عاليه. يعني لما تكون مثلا 101 102 98 99 هذا معناته الاكيورسي عاليه جدا وممتازه وفيش مشكله. طيب هل هذا يكفي ان انا اقول والله انا عندي الفحوصات تبعتي هي الاكيورسي تبعتها عاليه، معناته انا في السليم وانه انا يعني ما فيش عندي مشاكل؟ هو هذا لا يكفي، في حاجه مصاحبه للاكيورسي عشان الامور تكون سليمه اسمها بريسيجن. ايش البريسيجن؟ قال لك الميجر اوف فاريابيليتي ان لاب تيست بروسيس. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني انا لما باجي بقول لك انه هذا المريض عنده السكر 100، قيس لي اياه انت طلعته 100 او 101 او 102، يعني انت بتحكي عن اكيورسي كويسه. طيب جينا ثاني يوم قلنا لك عيد الفحص، وثالث يوم عيد الفحص، ورابع يوم عيد الفحص، على مدار 10 ايام او 20 يوم قلنا لك عيد لنفس العينه، مش نفس المريض، مش كل مره بتاخذ من المريض، لا، نفس العينه اللي انت اشتغلت عليها اول يوم هي بدك تعيد الشغل عليها. الان السؤال، هل في كل مره انت عدت الشغل لنفس العينه السامبل اللي انت اخذتها اول يوم، هل كانت النتائج كلها 100 100 100 100 او 102 زي ما طلعت، ولا في تغيير؟ الان الاصل ان يكون في عندك
تكرار لنفس النتيجة، لأنه أنت بتتكلم عن نفس السامبل. وبالتالي لو أنا اليوم أخذت من المريض عينة سيرة وفحصت له إياها ولقيتها مثلا 102، المفروض أنه بكرة ألاقيها 102، لأنه أنا بتكلم عن نفس العينة. بعد ثالث يوم ألاقيها 102 وهكذا. وبالتالي لو أنا لقيت العينات اللي أنا بشتغلها متغيرة، مرة 105، مرة 110، مرة 95، مرة 96، معناته البريسيجن عندي مش تمام ومش دقيق. وبالتالي عشان أنا أقول إنه هذا المختبر بطلع نتائج سليمة، لازم أتحقق شرطين. الشرط الأولاني اللي هو الأكيروسي، اللي هو الصحة ودقة النتيجة اللي هي قريبة جدا من النتيجة الصحيحة. هذا جانب. الجانب الثاني، لو تم تكرار الشغل على نفس العينة السامبل، مش نفس المريض، نفس عينة السامبل، الأصل أنه تكون العينات قريبة من بعض بشكل كبير جدا مع التكرار خلال 10 أيام أو 20 يوم. طيب إذا توافرت هذا الشرطين، معناته المختبر يقوم بعمل ممتاز، والكواليتي تبعت الفحوصات بتكون جيدة وممتازة، وتحقق الشرطين الأساسيين. إذا غاب عن أي شرط من هذول الشرطين، معناته في مشكلة في المختبر ولازم تنحل. لازم تنحل، ما بس تكفيش أنا بفحص واحد، يجب أن يكون عندي الأكيوريسي سليم والبريسيجن سليم. طيب في شغلة تانية اسمها كواليتي كنترول. الكواليتي كنترول كان البروسيس اوف مونيتورينج ذا اكوريسي اند بريسيجن اوف ذا لاب تيست وذ كنترول سامبلز. احنا لما بدنا نيجي نقول طب انا كيف بدي احكم على الاكوريسي لعيناتي، كيف بدي احكم على الاكوريسي لعيناتي؟ طيب الان لما انا باجي بقول انا فحصت لهذا المريض السكر على اساس انه 100، طب مين اللي بده يقول انه هذا السكر 100، ومين بده يقول انه انا العينه اللي انا فحصتها غلط؟ طيب لما نيجي نقول له انت والله فحصك غلط، وبالتالي انت طب ما هو انا قست له 102 وانت بتقول لي 100، لا انا 102 هي الصح. اذا هنا لازم يكون في حكم وفيصل ما بين الهيئه المشرفه على تطبيق الكواليتي اشورنس وما بين الفني اللي في المختبر. كيف هذا الكلام؟ فبجيبوا ماده فيها السكر معاير بطريقة دقيقة جدا ومحسوب بطريقة غاية في الدقة على أساس إنه 100، يعني هي مادة مصنعة، مادة بروتينية قريبة من السيرم، بتكون مصنعة ومعاير فيها قيمة السكر على أساس إنه محطوط، يعني قيمة السكر الجلوكوز 100 ميلي جرام في المئة، في 100 ميل، وبالتالي هي مصنعة بالطريقة هذه. فبتقدرش انت تقول لا هي 102، هي مصنعة على اساس انها 100، انه انا بجيب لك اياها وبحطها من ضمن الفحوصات اللي انت اللي بتشتغل عليها، وبقول لك اتفضل هاي، بقول لي هنا الكنترول سامبل از اسيد وذ بيشنت سامبلز، بحط لك اياها من ضمن البيشنت سامبلز اللي انت بتشتغل عليها، اند ذا ريزلت ار انالايزد يوزنج ابروبريت ستاتستكس. اللي بيصير انه بيجي المدير او الطاقم المسؤول عن الكواليتي اشورنس بيضع الكواليتي كنترول اللي هي المادة المصنعة والمعروفة قيمة السكر أو البروتين أو الكوليسترول أو الكرياتينين أو أي شيء، هو معلوم القيمة بشكل دقيق جدا. الآن هذا الكلام بتم وضع الكواليتي كنترول الفايل هذه من ضمن العينات البيشنتس الفني بيشتغل فيها، وغالبا بكون هذا الفني ما بيعرفش بوجود هذه العينات، وبتم وضع اسم لمريض وهمي. الان هذا الفني بيكون بيشتغل عينة الكنترول من ضمن العينات اللي هي تبعت البيشنت، وبالتالي القيمة بتم اخذها ودراستها وعلى مدار ايام متعددة، وبيشوفوا الى اي مدى كان في عنده accuracy وبريسيجن عالي او منخفض، وتم تقييمه باجراءات احصائيه حنتطرق اليها طبعا احنا في المحاضرات القادمه. اذا الكواليتي كنترول هي ماده معايره بشكل دقيق ومعلومه القيمه، وبيتم وضعها من ضمن الفحوصات المرضى، وبيتم النظر في هذه القيمه في النتائج لهذه القيمه والحكم على الاكيوريسي والبريسيجن من خلال قيم الكواليتي كنترول سامبلز اللي تم عملها وفحصها من طرف الفني اللي في الموجود في المختبر. طيب الرسمه هذه اللي قدامنا بتوضح العلاقه بين الاكيوريسي والبريسيجن.
لو انا بدي اقول انه الخط الافقي هذا اللي امامي هو الخط القيمه الصحيحه، يعني هذا القيمه الصحيحه مثلا لو بدنا نعتبر انه هذا القيمه قيمه 100 لفحص السكر، وبالتالي هذا الخط الافقي يمثل المقدار القيمه الصحيحه، الكوركت انسر، هذه الكوركت انسر. طيب الان في ايه، طبعا الان الفني اشتغل اليوم وطلع قيمه، اشتغل ثاني يوم، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، وهكذا. فقمت انا بدي اخذ القيمه لنفس العينه، اخذت الافرج وقلت له انت الافرج تبعك طلع بمقدار كذا. طيب الشحطات الصغيره اللي هي قيم اللي طلعها لنفس السامبل في الايام مختلفه، يعني هذا اول يوم، هذه ثاني يوم، هذه ثالث يوم، هذه رابع يوم، خامس يوم، سادس يوم. فهو على مدار اسبوع اشتغل قيم السكر على نفس السامبل، اشتغل قيم السكر وطلع القيم هذه. طيب هذا ايش معناته؟ الان جينا للافرج، لقينا الافرج ايش؟ الافرج مضبوط وعلى القيمه المين تبعه هو نفس القيمه الصحيحه للكنترول سامبل. طيب ايش انا بقول؟ بقول لي هذه المدام انت طلعتها القيمه صحيحه، يبقى عندك الاكيوريسي مضبوطه، لكن ما فيش عندك بريسيجن. ليش ما فيش بريسيجن؟ لانه القيم مختلفه ومتباعده عن بعضها. اي نعم المين المتوسط طلع صحيح ودقيق عندك 100، ولكن قيمها كانت متباعده، فكانت هذا مثلا 92 98 97، هذه 102 105 110، فلما انت عملتهم مع بعض طلع المين 100، لكن القيم متباعده عن بعضها، فانت عندك الاكيوريسي صح لكن البريسيجن مش مظبوط، وهذا طبعا فيه خلل. طب نيجي ل بي. بي بقول لي انه البريسايز نوت اكوريت، النتائج لما نعادها في اول يوم وثاني يوم كانت قريبه جدا من بعضها، ففي عنده بريسيجن ممتاز، لكن لما حسبنا المين ما كانش المين واقع على القيمه الصحيحه، كانت فوق، وبالتالي فيش عنده اكوريسي، لكن البريسيجن عالي جدا لان الاكوريسي ما وقعتش على الخط الصحيح، وبالتالي كانت القيمه فوق، لكن القيم كانت ملاحظين زي ما انتم ملاحظين اللي هي قريبه جدا من بعض، فبالتالي بقول عنده بريسيجن، فيش عنده اكوريسي. طيب نيجي لسي. سي بقول لي ايش؟ لا عنده اكوريسي ولا بريسيجن. ليش؟ لانه الخط ما فيش خط من الخطوط الصغيره واقع على خط الصح اللي هو المية، وبالتالي ما فيش اكوريسي، المين تبع هذول القراءات ما وقعش على الخط اللي الصح اللي هو الكوريكت انسر. وكمان نضيف الى ذلك انه القيم اللي هنا ما فيش فيها بريسيجن متباعده زي ما انتم شايفين، شيء بعيد، يعني القيمه هذه بعيد عن القيمه هذه، القيم هذه بعيد عن القيم هذه، وبالتالي ما فيش بريسيجن، وبالتالي هذا اسواهم على الاطلاق، لا بريسيجن موجود عنده ولا عنده اكوريسي. بنيجي لدي وهو ايه؟ وهو افضلهم على الاطلاق، عنده اكوريسي وعنده بريسيجن. ليش؟ لانه القيمه واقع على المين واقع على خط الكوريكت انسر المتوسط، وكمان القيم متقاربه من بعضها البعض، وبالتالي بقول انا عنده هذا المختبر، عنده المختبر دي عنده بريسيجن عالي وعنده اكيورسي عالي، وبالتالي افضل المختبرات من A B C D هو D افضلهم على الاطلاق لانه عنده بريسيجن عالي واكيورسي عالي. هذا اللي هو الفروقات ما بين البريسيجن والاكوريسي، وزي ما حكينا الاثنين لازمين والاثنين لابد ان احنا يعني ما نستغنيش عن اي حدا منهم. هذا كمان صوره بتمثل ايضا الواقع البريسيجن والاكوريسي. هنا في A بلاحظ انه عندي اكوريسي عالي، السهم طالع لفوق، والبريسيجن عالي. ليش؟ لانه الدائره المغلقه الصغيره هذه اللي في النص هي القيمه الصحيحه، والثلاث نقاط السود هي المحاولات الوصول الى القيمه الصحيحه، وبالتالي انا بلاقي القيم النقاط السود الثلاثه اللي هي محاولات التكرار قريبه من بعضها، وفي نفس الوقت واقعه ضمن الدائره الصح، يبقى انا في عندي بريسيجن عالي واكيورسي عالي، مختبر ايه؟ مختبر ممتاز. طب تعالوا لبي. اي نعم وقعت النقاط داخل المنطقه الصحيحه، يعني الاكيورسي صح، لكن القيم متفرقة، وبالتالي بقول أكيوريسي عالي، السهم هي طالع، والبريسيجن منخفض، السهم منخفض، وبالتالي هنا أكيوريسي صحيح لكن البريسيجن مش صحيح. طيب سي بلاقيهم متقاربين جدا من بعض، يبقى البريسيجن ممتاز لكن هي خارج النقطة الدائرة دائرة القيمة الصحيحة،
وبالتالي الاكيوريسي مش مظبوط هنا، ولكن البريسيجن كويس وممتاز. دي اسوأهم على الاطلاق، لا في اكيوريسي ولا في بريسيجن، لانه الثلاث نقاط خارج الدائره المركزيه والثلاث نقاط بعاد عن بعض، وبالتالي هنا لا اكيوريسي صحيح ولا بريسيجن صحيح. وهذا يعني بوضح العلاقه ما بين البريسيجن والاكيوريسي، وهذا اللي احنا اللي بدنا اياه، اللي هو اللي زي مختبر A اللي هو اكيوريسي عالي وبريسيجن عالي. الذي يضمن هذا الكلام هو تطبيق اجراءات الكواليتي اشورنس اللي هتيجي معانا وهتمر معانا قدام. عشان هيك بقول البريسيجن refers to how closely two measurements of the same quantity comes to each other. قديش قياسين قديش كانوا قراب من بعض لنفس القيمة اللي انت لنفس العينة اللي انت بتقيسها، قديش لو كررت قديش بكون التكرار قريب من بعض. الاكيوريسي بقول لي refers to how close measurements lies to the true value، قديش انت قريب من القيمة الصحيحة. الاكيوريسي قديش انت قريب من القيمة الصحيحة. البريسيجن قديش تكرارك تكرار عملك وتكرار الفحوصات كانت قيم التكرار قريبة من بعضها البعض. هذا اللي هو البريسيجن والأكيوريسي. طيب على كل حال ال 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 good quality assurance program has three major aspects، له نواحي ثلاث مناحي مهمة جدا لعند تطبيق الكواليتي اشورنس. في مناحي ثلاثه يجب ان احنا وجوانب ثلاثه يجب ان ناخذ بالنا منهم. الجانب الاول المهم جدا اللي هو بريفنتيف اكتيفيتيز، يعني بقول لي اذا انت طبقت الكواليتي اشورنس معناته انت بدك تاخذ بالك من شغله اسمها بريفنتيف اكتيفيتيز اللي هي الاجراءات الوقائيه. ايش يعني الاجراءات الوقائيه؟ يعني اتخاذ اجراءات لمنع مسبقه لمنع حدوث الاخطاء. يجب أن يتم اتخاذ إجراءات مسبقة لمنع حدوث أخطاء في المختبر. طيب زي إيش؟ اللي هي prevent errors، تمنع إجراءات تمنع حدوث الأخطاء من مسبقا. improve accuracy and precision، تحسن من accuracy والprecision عشان ما يصير هذا لما أنت تحسن precision والaccuracy أنت بتمنع الأخطاء مسبقا. انت ما تستناش الخطا لما يقع، انت بتمنع الخطا انه يحدث مسبقا باتباعك الاجراءات اللي احنا بنذكرها. فانت بتمنع الاخطاء، بتحسن الاكيوريسي والبريسيجن، وبالتالي لما تكون عندك اكيوريسي عالي وبريسيجن عالي معناته انه ما فيش عندك اخطاء. الميثود سيلكشن، اختيارك للطرق المناسبه لمختبرك وللكفاءات ومهارات الناس اللي بيشتغلوا عندك، هذه برضو بتمنع الاخطاء. الكيرفول لابوراتوري ديزاين، التنظيم اللي هو الديزاين نفسه اللي هو تفصيلة المختبر، تفصيلة الغرف، الساحات، المساحة اللي بيشتغلوا فيها المفنيين، هل هي مريحة، هل بتخشوا الشمس، بتخشوا إضاءة، بتخشوا تهوية، الموظفين مرتاحين ولا المكان ضيق ومعتم، هذه كلها بترجع للديزاين المختبر. طبعا الديزاين اذا كان سيء والموظفين مش مرتاحين هذا مدعاة انه يكون في هناك اخطاء. hiring of competent personnel، الانتباه للناس اللي عندهم كفاءات عاليه وبيمتلكوا مهارات كويسه. development of comprehensive procedure manual، يجب ان يكون في حاجه اسمها comprehensive procedure manual. ايش comprehensive procedure manual؟ هذا البروسيجر مانيوال بيكون موجود في كل صغيره وكبيره عن طرق اجراء الفحوصات. طب ليش احنا بنعمل الكلام هذا؟ لانه في بعض الاحيان انه بعض الموظفين الفنيين الشغالين في المختبرات بينسى كيف يسوي فحص معين، ايش الاجراءات، بينسى مثلا المعدل الطبيعي للنتائج، بينسى هو لايش اساسا بنعمل الفحص، وبالتالي بدل ما يلفلف في المختبر ويقعد يسال في زملائه ويعطلهم هو بيرجع لبروسيجر مانيوال. هذا البروسيجر مانيوال بيكون مرجع فيه كل صغيره وكبيره عن الفحوصات الطبيه اللي بيشتغلوا فيها اللي في المختبر، وبالتالي كل فحص بيتم اجراءه وعمله في المختبر يجب ان يكون مدرج ضمن الكومبريهنسيف بروسيجر مانيوال، عشان اي استفسار اي معلومه انت يا الفني او الناس اللي تشتغل في المختبر بده يرجع بدل ما يلف على زملائه ويشتغل ويشغل فيهم ويعوجهم ويسال فيهم، يرجع للكومبرهنسيف بروسيجر مانيوالز وبيدور لحاله وبيلاقي الاجابه اللي بده اياها من غير اي مشاكل.
البند الاخير effective preventive maintenance programs، يجب ان يكون في المختبر برنامج صيانه فعال. ما استناش الثلاجه لما تخرب عشان اقوم انا اصلحها، انا لازم اعمل صيانه للثلاجه اللي بيها المحاليل. ما استناش الانكوبيتور انه يخرب، لازم يكون في عندي برنامج صيانه يتلف على الاجهزه والادوات والجميع الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في المختبر. يجب ان يكون في هناك برنامج، وهذا حنتطرق له، برنامج مينتيننس بروجرام وله جدوله وله تواريخ، اساس انه احنا ما ننتظرش انه نتفاجئ انه الجهاز اتعطل وتعطلت مصالح ناس وممكن تتضرر ناس. لا، احنا البرنامج البريفنتيف المينتيننس هذا بيكون كفيل انه يعني يمنع خراب او تعطل الاجهزه بشكل مفاجئ في المختبر. من الجانب الثاني المهم من الكواليتي اشورنس اللي هو الاسسمنت بروسيجر، الاجراءات اللي احنا بنتبعها خلال عمليه اللي هو الشغل. اللي قبل بند اللي قبل كان بريفنتيف، ان انا اجراءات مسبقه، لكن خلال عمليه الشغل انا بطبق اجراءات الكواليتي اشورنس والشغل شغال. فبقول لي مونيتور اناليتيكال بروسيس، متابعه عمليه الاجراء التحاليل، فانا بتابع الموظفين السوبرفايزر اللي حكينا عليه في المحاضرات السابقه، يجب ان يكون موجود وحاضر في الميدان وبتابع بشوف الشغل كيف ماشي، ايش في اخطاء، كيف بتم عمليه سحب الدم، هل في شغل هروشه ولا في شغل ماشي كويس، هل ان الشغل منتظم ونظيف ولا مش منتظم، هذا مونيتورينج. طيب ديترماين ذا تايب اوف ايرور، وانت شغال بيطلع عندك ايرور، يجب ان يتم تحديد نوع الايرور. احنا قلنا في عندك سيستماتيك ايرور، في كونستانت ايرور، في عندك راندوم ايرور. هذا تحديد الايرور خلال الشغل يجب ان يكون بشكل دقيق، وحيكون عندنا اللي حنشرح كيف يتم تحديد انواع الايرورز. ديترماين ذا اماونت اوف، طب احنا حددنا الايرور، هل هو ثابت، هل هو بروبورشنال، هل هو سيستماتيك، هل هو ايا كان، طب حددنا نوعه، طب كميته قديش، هذا كمان بدنا نعرفها. ديترماين ذا تشينج ان اكوريسي اند بريسيجن، طيب اذا انا وانا بشتغل وباجري عمليات الاحصائيه لقيت في تغيير في الاكوريسي والبريسيجن للاسوء، طيب الان لازم احدد قديش انا بتراجع الاكوريسي والبريسيجن، وبالتالي هذا الكلام خلال عمليه الشغل بيتم متابعه الاكوريسي والبريسيجن وعمل احصائيات، وبالتالي بطلع تقارير اسبوعيه او شهريه عن وضع الاكوريسي والبريسيجن في المختبر. هذا بدل بخليني انا اتبع الموضوع وما اتفاجئش انه اصل الى مرحله انه فحوصاتي غلط ومش صحيحه وانا مش داري مفكر حالي ان انا بشتغل صح، وبالتالي هذا كل هالاجراءات خلال اللي هي بسموها الاسسمنت بروسيجرز. الجانب الثالث اللي هو او قبل الجانب الثالث اللي هو بيقول لي هنا these activities include testing quality control materials، طبعا اللي هو الاسسمنت بروسيجر بيتاتى من خلال ان انا اشرك الكواليتي كنترول سامبلز ضمن الاجراءات اللي انا بحكي عليها، واحطها ضمن عينات المرضى واشوف الفني كيف بيطلع نتائجها. performing instrument function check، لازم اشيك على الاجهزه، سبكتروفوتوميتر، اجهزه الاليزا، اجهزه البي سي ار، اجهزه كذا، لازم اشيك اجهزه واشوف كيف هي ادائها. participating in proficiency testing programs اللي هو زي السيرفي بروجرامز اوف اكريديتنج ايجنسيز، في المؤسسات اللي هي المسؤوله عن فحص الكواليتي اشورنس في المختبرات، هذه ممكن تكون تابعه لوزاره الصحه او تابعه لهيئه الرقابه العامه، فهذه لازم يكون في تعاون ومشاركه معها في الحصول او الوصول الى كواليتي اشورنس ليفلز كويس. الثالثه اللي هو كوركتيف اكشنز، اللي هي لو حدث الخطا كيف اجراءات تصويب هذا الخطا. يبقى احنا في الاول كان عندي بريفنتيف، اجراءات وقائيه، اثنين اجراءات خلال عمليه اجراء الفحوصات نفسها، ثلاثه ما بعد اجراء العمليه لو حدث عندي خطا طبعا ايش اسوي. قال لك كوركت ايرورز افتر ديسكفري، مباشره بدك تصلح الخطا بعد اكتشافه ما تتاخرش. كوميونيكيشن ويذ يوزرز اوف لابوراتوري سيرفيس، تواصل مع الناس اللي هم مسؤولين عن الخدمات في المختبر، سواء كانت صيانة، سواء كان فنيين، سواء كان مهندسين، سواء كان ناس بيقوموا بتصليح وضبط الأجهزة وما إلى ذلك.
ريفيو اوف وورك، ارجع واعمل مراجعه للشغل وشوف وين كان في خطا. اذا كانت اجهزتك سليمه والماتيريالز كويسه والامور كويسه وحدد خطا، ارجع شوف سير الخطوه بخطوه الشغل وشوف انت في ايش اخطات. لازم ترجع خطوه بخطوه. ترابل شوتينج اوف انسترومنت بروبلمز، بدك تعمل ترابل شوتينج. ترابل شوتينج اللي هو ممكن تكون الميه اللي مقطره مش مقطره صح، ممكن يكون الان هذا الممكن ووضع الاحتمالات، هذا اسمه بسموها ترابل شوتينج. فبتتسجل كلها وتم الفحص كل امكانيه او كل فرضيه من هذه الفرضيات. عمليه الجلوس ووضع فرضيات وتخمينات ايش ممكن تكون المشكله ووضع ايش ممكن تكون المشاكل، وممكن تكون كذا وممكن تكون، هذا اسمه عمليه اسمها ترابل شوتينج. نكتفي لهذا القدر حتى الان، وان شاء الله احنا المحاضره القادمه حنبدا بالاجراءات العمليه في الاجراءات الكواليتي اشورنس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.